هنروح لتقرير مع المدير الفني للنادي الاهلي كابتن ياسر صلاح والاستاذ وكابتن سميره جمعه ونشوف قالوا ايه وترجعوا لنا مره تانية. احنا بدانا السنه دي دوري المنطقه اشتغل، لكن اول ماتش لعبناه يوم الثلاثاء اللي فات مع نادي الزهور. احنا عملنا اعداد كويس، زي ما احنا قلنا قبل كده انك ازاي تحافظ على القمه دي اصعب من انك تروح عشان تحرز بطوله. الاربع بطولات طبعا بالنسبه لاداره النادي وبالنسبه لفرقتنا وبالنسبه لجمهورنا متطلبين ان احنا ناخدهم. عاملين اعداد قوي جدا، الحمد لله ماشيين فيه كويس رغم ان احنا عندنا كم اصابات غير عادي السنه دي، وان شاء الله بنحاول ان احنا نتفادى هذا الكلام كله. احنا عندنا المباراه اللي جايه لليدو، بعدها المعادي، كل ده في المنطقه. الدوري هيبدا ان شاء الله 5/10 اللي هو موافق يوم سبت، هتبقى اول فرقه مع نادي الرحاب. الدوري السنه دي او بطوله السيدات كل سنه بيبقى فيها شراسه، دايما الناس متعوده ان الاهلي هو البطل. الحمد لله احنا بنعمل اعداد كويس وده شيء كويس بيخلينا احنا الابطال دايما، بس بقالنا بالظبط سنه او سنتين الدوري بيبقى فيه تغيير كامل. فرق البنات على مستوى الانديه بدا يتحسن تحسن قوي، ما بقيناش لوحدينا، ويمكن انتوا حضرتوا معانا ماتشات السنه اللي فاتت، ماتشات صعبه بس هي الناس متعوده على المكسب. فان شاء الله السنه دي رغم الاصابات اللي عندنا هنحاول ان شاء الله نبقى نحرز الاربع بطولات باذن الله. والله احنا لسه بنتكلم مع مجلس الاداره ان احنا ان شاء الله يحاولوا ان هم يدعمونا بمحترفين من بره. لان الدوري المصري الفرق كلها خلاص اشترت من بره واحنا اشترينا على قد ما نقدر، بس احنا محتاجين دعم زياده، فربنا يسهل ان شاء الله في مفاوضات ان احنا نجيب لعيبه واحده محترفه معانا. بنطمنهم وبنقول لهم خليكم ورانا، احنا ما بنكسبش الا وانتوا معانا، فان شاء الله دعواتكم وتبقوا معانا في ماتشات الموسم ده مهم واحنا محتاجينكم فعلا. هو احنا اول ما ابتدينا طبعا ابتدينا البرنامج اللي الكابتن حطه من اول لما السيزون ابتدى كان كله بيعتمد على اللياقه البدنيه العاليه، وكنا بنروح الجبل وبنطلع تراك ونخش الجيم. اول لما ابتدت جداول الماتشات بتاعه بطوله المنطقه بطوله الدوري تنزل، فابتدينا نظبط شغل بقى اللي هو شغل الهاندبول شغل الملعب، وفعلا ابتدينا ماتشات ولعبنا ماتش في بطوله المنطقه والحمد لله فزنا فيه بفرق كويس الحمد لله. ودي دلوقتي شغالين هاندبول عادي، لان احنا برده عندنا من اول الاسبوع الجاي برده في ماتشات تانية بطوله المنطقه، وشهر 10 ان شاء الله هنبتدي ماتشات بطوله الجمهوريه باذن الله. هو احنا عندنا البطولات الاربع بطولات اللي احنا بنشترك فيهم كلهم بيبقوا مع بعض في وقت واحد، يعني عندنا ماتش يوم السبت في الجمهوريه، ماتش يوم الثلاث في المنطقه، ساعات الخميس بيتخش ماتشات جمهوريه، فالماتشات كلها مرتبطه ببعض، مش حاجه يعني شغلها كل واحد للاربع بطولات. الحمد لله الفرقه ماشيه كويس جدا جدا رغم ان احنا عندنا اصابات، بس اصابات الحمد لله يعني اللي بتخف ربنا بيكرمها بتخش خلاص ما فيش مشكله، والحمد لله كل الفرقه زي الفل ما فيش اي مشكله وكله تمام.